في قصص الشعوب، في قصص الشعوب طرائف لا تنتهي، وعالم حلو بهي يسكن في القلوب، في قصص الشعوب. كان يا مكان كان في ناس قبلنا بسنين، وناس عايشة معانا الحين، لهم قصص ما نعرفها ولا حد فينا سمعها، ويا الوقت اللي عشان تنقال، ويا الوقت اللي عشان تنقال. نبشنا نبشنا ولقينا وحوشنا، نبشنا نبشنا ولقينا وحوشنا. كان يا مكان كان في ناس قبلنا بسنين، وناس عايشة معانا الحين، لهم قصص ما نعرفها ولا حد فينا سمعها، ويا الوقت اللي عشان تنقال، ويا الوقت اللي عشان تنقال، ويا الوقت اللي عشان تنقال، ويا الوقت اللي عشان تنقال. سنة 2020 غيرت العالم كله، وايد ناس تتحلطم على 2020 إلا ضيفتنا اليوم. كانت سنة خير عليها، وكانت بداية انطلاقتها الإعلامية. سمعوا إيش صار معها. يا حيا الله بيبي. حيا الله حمد. هلا. تدري أي قصة بدشلش فيها؟ قصصي وايد صح؟ إيه. بس بدشلش على الصفحة قبل الأخيرة اللي هي الفصل مال 2020. الله. الدنيا كلها اعتفست إلا ما شاء الله بيبي، أسهم ارتفعت فوق. 2020 شنو غيرت بحياة بيبي؟ كل شيء حمد. 2020 خلينا نقول الانطلاقة أو البداية الحقيقية حق بيب الإعلامية. أنا بالمجال الإعلامي صار لي 12 سنة. لما أقول 12 سنة، 12 سنة إيه؟ طقم البوهة. إيه شو ما كنا نعرفك، وين كنتي؟ باختصار كنت قاعدة أتعلم وأعلم نفسي، وأخذ من كل بستان إعلاميا زهرة. 12 سنة تعلمين نفسك؟ 12 سنة صحافة، 12 سنة إعداد برامج، 12 سنة أسجل بس فويس أوفر وأكتب الفويس أوفر. بعدين قلت أكيد في وقت مناسب إني أطلع قدام الكاميرا. خلال 12 سنة يعني ما فكرتي تدشين هالمجال بقوه وتصيرين اعلاميه؟ بلى. بس شو يردك؟ يعني دائما كنت اشوف اوبرا وينفري. الله. انزين بس بعدين لما تعلمت شويه وزدت بالمجال الاعلامي كان اقول لا، انا شني مو اوبرا وينفري، انا ريما مكتبي. يعني انا احب الميداني. حلو. احب الاستقصائي، احب احوس بالشوارع. صح. ف 12 سنه كنت كلها قلت الناس حمد، ما ادري ليش. يعني ما ادري ليش كنت اقول في حكمه. يعني كانت تجيني أوفرات، كانت تجيني أفكار، كنت أقول أوكي حلو بس مو الحين، أوكي حلو مو الحين. زين شو اللي خلاك تقولين الحين يلا 2020؟ صارت مواقف في حياتي، مريت بتجارب في حياتي، كنت أحس إنه بدال لا أنا انتكس خل أفجر بشيء إيجابي. هذه كانت قناعات شخصية ولا في أحد شار عليك؟ لا كلها قناعات شخصية. كلها قناعات شخصية. يعني أنا حتى أبوي الله يرحمه، الله يرحمه، من أكبر الداعمين لي، كان دائما يقول يلا طلعي، يلا فجري، يلا اشتغلي. يعني لو يرجع فيك الزمن في وقت معين بتردينه ولا تقولين أشوى الحمد لله كانت انطلاقتي الحقيقية بالطريقة اللي أنا بيها ب 2020؟ الصراحة 2020 اسألني ليش؟ ليش؟ لأن السنين اللي طافت كلها أصلاً للحين المجال الإعلامي بالكويت والميديا زحمة. زين؟ صح. 2020 لما صارت كورونا الناس أساساً ما عندهم شيء إلا يمسكون التليفون أو يشوفون تلفزيون، فكانت فرصة مناسبة إنك توصل حق أكبر شريحة ممكنة من الناس وانت بصوره صحيحه. صح. تدري وانا طالعه قبل مع الزحمه يمكن ما بين. زين بيبي يعني لما انت مجالك ما شاء الله ما بين الصحافه والتقارير وان تكونين في الميدان على قولتهم، بيبي شلون طورت من نفسها خلال هال 12 سنه؟ يعني شلون تعلمتي نفسك؟ اوكي، انا اول شيء اول سنه جامعه دشيت صحفيه. صح. يعني ادرس واشتغل. صح. بنفس الوقت فانا من اول سنه جامعه ما كنت اخذ مصروف من اهلي، كنت معتمده على نفسي. ف كنت ادرس واشتغل، ادرس واشتغل، تخرجت من الجامعه على طول يعني اوفر، اتوقع ان سبونسر عندكم، اوكي، على طول يعني اوفر من شركه اتصالات واشتغلت. ايوه زين. اوكي زين اشهر الحمد لله. اوكي يعني اوفر بعد الجامعه على طول من شركه زين الاتصالات، وتوظفت عندهم بالعلاقات العامه، فعلى طول اشتغلت. وكنت صحفيه اوريدي في جريده الوطن، وكنت معده برامج في برنامج تو الليل والى اخره. ف اشتغلت بهذا كله واستمرت. بس انا بقول شغله لازم ما ابخص حق امي فيها، ان انا 12 سنه اعلام بالميديا بالجهات الاعلاميه. صح. بس انا اعلاميه من الروضه، لان امي كانت تدخلني الاذاعه المدرسيه،
كنت مذيعة المدرسة، ما شاء الله. كنت أدش أنشطة اللي هي هذه يعني أيام مدرسة، داخل البيت هم اللي شجعوك، يعني الوالد الله يرحمه ووالدتك. صحيح. زين ما يخالف، أنا المفروض أدش وياك بسكيك التقارير وغيرهم، بس شدتني معلومة اللي هي أنا من أول سنة من الجامعة ما أخذت مصروف من أهلي. إيه أوكي، خل أقول لك عن الحلال والحرام. أنا بابا الله يرحمه يدفع قسط السيارة، بس كان معاشي يمشي لي من التلفزيون والجريدة اللي أشتغل فيهم مع إعانة الجامعة، وكنت أحس إن أنا مليارديرة، لأن أنا واحدة ما أفسفس بالفلوس، مو ناوي أشتري براندات، شيء مو مستاهل هالبنات يعني، عشان شيء قلت لك أنا اليوم وايد كاش عشان وحط رموش عشان ما حط رموش، فمو شخصيتي اللي أنا أصرف. على شنو فلوسك تروحي كانت؟ إيه. عرفت أدري تموت على الإعلام. كتب. إيه. للحين ما زالت. إيه. لابتوب، كاميرا، عدسات، موبايلات. تحبين هال. سماعات، الحمد لله الشكر سماعات، ما أدري ما أستخدمهم بس يهمه فيهم والله. في شغلة لازم نذكرها حق العالم، كان لك روحة مهمة حق لندن، شنو تعلمتي فيها؟ إيه هذه روحة لندن كانت شهر ونص، تعلمت فيها إن أنا أكون صحفي شامل عبر الموبايل الهاتف المتنقل. من وين؟ بلندن. أدري شنو الدورة هذه من وين؟ أوكي، أنا فزت بجائزة التميز الصحفي بالكويت، طلعت المركز الأول. ما شاء الله. فالجائزة قالوا لي تبين تروحين شهر ونص لندن تتدربين؟ إي ليش لا؟ فرحت، كنت للكويتية الوحيدة في هذه الدورة، فكانت شهر ونص ميداني وعملي ونظري وكذي. فرديت حتى جريدتي اللي أشتغل فيها حالياً هي جريدة القبس، قمت لما تصير في تغطيات خارج الكويت ما يطرشون معي مصور، لأن أنا أصور ومنتج وسجل صوت وأكتب التقرير كله بالموبايل. ليش تقرير كسر الدنيا؟ يعني وصل لمجلس الأمة، وصل لنواب، وصل للناس، قامت تتكلم فيه على مدى أسبوع، ووصل مشاهداته مليونين. شنو قصة التقرير؟ تحرش، هذا التقرير. هذا التقرير. أوكي. كل بساطة أنا لبست وقفت، بس قلت له محمد لو سمحت أبي الكاميرا رول. ما تصدق حمد أن هذا التقرير تصور على مدى 5 أيام. اللي يشوف التقرير مستحيل ما يوقف عند نقطة وايد مهمة. إيه. التقرير ما كان له سيناريو. يعني. شلون؟ مو إن أنا بوقف بروح وكذي، كان قصة واقعية. إيه. بس الناس قالت لا، قالت بيبي كانت متعمدة مطلعة أشخاص. صح. على أساس تزيد المشاهدة. يا ريت متعمدة، أنا جتني اتصالات، أنت ليش ممثلة؟ هذيل الشباب اللي غازلوك ممثلين ممثلين. فعلياً لا. أنا ما عندي تصريح إن أنا أطلع وجوه الناس اللي طلعت بالتقرير، عشان كذي أنا غبشت كل الوجوه ولا واحد طلع بالتقرير صوت الصجي، كلهم أصواتهم متغيرة عشان سرية وقضايا والأمور يعني. Exactly. بالضبط. الوضع كان أنا واقفة على ريلي أطقطق بالتليفون فقط لا غير. هل لما بنية توقف على ريلها أطقطق بالتليفون يعني قاعد تقول تعال غازلني؟ لا، بس أنا واقفة أطقطق بالتليفون، تخيل. وصارت هذه المشاهد، ناس اتهموني انت رايحة شارع الحب اللي يسمونه بالكويت شارع الحب. صح. انا رايحة الدائرة الثانية. سوري انا ما عندك مصطلح شارع الحب. حتى لو انا رايحة الدائرة الثانية، هذا طريق يمينه ويساره في مناطق سكنية. صح. نهايته وبدايته في مناطق سكنية. رايحة الدائرة الثانية، نفرض بيتك بالفيحة ولا الضاحية، حالك حال اي بنت بتروح مشوار بيتها او اي مشوار هي رايحت له يعني. أوكي. لكل من يتهم الفتاة اكيد انت حاطة اغاني. اول شيء البنية عادة تحط اغاني تمشي بالسيارة. ثاني شيء أنا ما كنت حاطة أغاني، وصار هذا الموقف. وايد ناس شافوا إن في مشهد، ما أدري إذا تقدر بعدين تحطه، إن أنا ماشي بالسيارة وراي سياكل. صح صح. أنا مو يعني متفقة مع 3 سياكل الحقوني. لا، بنوصل حق شغلة ثانية. قول. يعني اليوم أنت قاعد تكلمين عن تقرير واقعي. إيه. أنا بسألك الحين. قول لي. واقعك أنت كبنت، فعلًا اللي صار معاك بالتقرير يصير معاك كل يوم؟ إيه. تحرش؟ إيه يصير معي كل يوم. يمكن مو كل يوم يلحقوني 3 سياكل. بس إيه نواجه هنا قضية. أنا مو قصدي إن كل الرجال يسوون كذي، ولا أنا ضد الرجل، ولا أنا فيمينست، ولا أنا فيمينست. أنا قصدي إن هذه مواقف حقيقية يمر فيها الرجل كذلك، مو بس المرأة. طالبوك تسوين واحد تقرير عن الشباب، ليش ما سويته؟ لا مو إني ما سويته، عشان لأن أنا ما أقدر أكون رجال. طالبوك تسوين واحد تقرير عن الشباب، ليش ما سويته؟ لا مو اني ما سويته، عشان لان انا ما اقدر اكون ريال. لا لا، انه ممكن تروح يعني. خلاص اقول لك انت هذه. اوكي انا سوي معك انت يعني لازم اجيب شاب. لازم لا عذر عني. لازم اجيب شاب هم يرضى
ان انا لا لا انا انا ما اقصد تحرش انا اقصد الاشياء المواقف اللي تصير له يعني صح يمرون بس تدري ترى احنا نضحي عشانكم بس انتم راضين تطيعونا انتم تضحون عشان لا لا لا, لا, لا انا يعني قاعد اقول لك اقرب مثال بطوابير نخليكم قبلنا ايش حالاتنا جنت اي والله مشكورين. مواقف سيارات تصير بس ما تعمون علينا ايش العالم لا 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 انا المقصد من هذا التقرير مو ان الكل كذي انا اثق فيك بعض انا اثق فيك بيبي واقول لك انا اثق فيك واثق بنيتك وادري ان هذه قضيه ممكن تصير عقب ما نعرض التقرير وشبت العالم وكل شيء ماكو احد من الناس اللي طلعوا بالتقرير تواصل معاك قال الشيء ايش طلعتني صارت لك قضيه تهديد اوكي قصه من خلف الكواليس ما قلتها قبل وانا بتصوير التقرير نفسه شخص شاف الكاميرا بالسياره اللي وراي لأن أنا قاعد أمشي بسيارتي والكاميرا بسيارة اللي وراي حد المصور وصفتنا يمين وهدده بأنه يدعمه وصل معانا للجريدة ونزل يبي يطق المصور سويتي بكل بساطة دقيت على كل الشباب المداومين بالجريدة هو واحد بالسيارة فهم اثنين فأنت لازم تسوي عدد فأنا خليت اللي فوق ينزلون صاروا تسعة مثلا هم اثنين فأكثر عرفت يغلب الأقلية شجاعة اي فش اللي تامر فيه بكل بساطة مسحوا شنو اللي تبي انا ما بيطلع بالتقرير انتم مصورين سيارتي انتم فاضحيني انتم ما له حق شنو ما له حق بلا ما حطيته بالتقرير ما حطيته بس اكيد ما له حق انه يمسح المادة لا ما حد له حق ليش لان انا يعني اليوم انا ما يخالف يمكن ما افهم بالقانون 100% ولكن اعتقد في نص بالقانون انه ما يصير تصورين شخص بدون اذن او تنشرينه فانا اليوم انا ما ادري ايش بتمنتجينه بس انا طالع في مكاني واحد يصورني طبيعي بتكون هذه التصرفات بيبي وهذه انا اللي اسوي دائما بالتقارير انا الحين لما اصور لقاءات احنا نسميها فوكس بوب او لقاءات مع الناس وانا قاعد اصور مثلا انت واقف حمد قاعد اصورك كذي صح وراك مثلا يوسف يجيني يقول لي بيبي لو سمحتي انا بينت بالكاميرا اقول له اي بينت لو سمحتي شيليها بس اشيل اللقاء بكبره لانه هو اللي ورا الكاميرا تخيل مو ايش معنى هذا ما صار بتقرير التحرش صار في ناس قاعد اقول لك اطلبوا ان انا امسحه في ناس شافوا الكاميرا ومسحت بس ما يصير انا بعد كل شخص صورته امسحه والدليل ان انا ماشي مع القانون ما قاعد اتعدى على صلاحياتي كاعلاميه بالمجال الاعلامي ما طلعت ولا وجه قاعد اقول لك كل الوجوه مغبشه وكل الاصوات متغيره بس طبعا اللي يتحرش هو عارف نفسه يعني بس ان شاء الله الحين قاعد اجل بيتهم ان شاء الله بطل يغازل ان شاء الله بيبي لو نقول الناس بعد التقرير خصوصا الشباب وصلت لهم رساله رايك شوف اوكي في شيء بعد اي قولي لي في شيء بعد قال لي حلو يضحك في بنات اكتبوا لي اياه بالدايركت من انستغرام فمسجلت لي فويس تقول بيبي بس بغيت اقول لك شغله قولي احنا قاعد نتمشى بالخيران زين فقعدت حرشان فينا رفعت التليفون كان اقول والله راح ادز لك حق بيبي الخضري كان يحش صار في تحديد يعني صرت شو اسمه الله شو اسمه والنعم فيه شو اسمه عبد الفتاح صرت عبد الفتاح بيبي يمكن الحكي وايد طال ويانا بس لو بروح على تقرير ثاني انا هذا بيعرف اسراره سويتي تقرير في الجليد مناطق العمال ايه اللي دريت عنه ان انت رحتي سكاتي بدون لا يدرون اهلك ليش كل تقارير سكاتي ها كورونا اللي بس هذا كورونا ايه ولا تقرير كنت اقول حق ابوي الله يرحمه ولا امي شنو قاعد اسوي ليش لان جربت تقرير واحد ايام ازمه كورونا بدايتها المرض والوباء وكذي لما قلت لهم رايحه ديري بالك على نفسك هو خوفهم علي صحيح بس انا اتوتر اذا ديري بالك لا ما ادري شفت هذه قبل الاوردر يوتر يعني الحين ما الوالده ما تدري انك هنا لا خاطر انا جاي عندك امان مش حالاتني جاي عند اخوي التقارير هذه اللي فيها شويه على قولتهم خطوره على لويا لا انا مسويت لها ترى الفكره هايد بالستوري بعد امبيت ما تدري ما تدري فضحنا زين امبي ما ناس زين زين هي وايد سناب شات ومسويت لها هايد بالستوري ليش لما اقول انا الحين بالجليب نفس وقت الاوردر الدق انا توتر شيء ما ادري لازم تفصلين اي لازم افصل فسويت لها هايد بالستوري الحين وين تشوف تقاريري راح احفظها بالقبس لما ينزل ويخلص بالاخير بس مع الجمهور مع الناس تقرير الجليب في مشاهد تعور القلب يعني انا قاعد اقول لك مو بس اشياء انسانيه حتى على مستوى الكويت شعورك وانت واقفه بنص الميدان بيدك المايك لابسه كمامك واقفه بالجليب شنو كان شعورك حزتها فعلا اوكي هو تقارير الميدانيه ان كان في منطقه الجليب او مناطق ثانيه لان انا سويت كل مناطق الكويت يعني حتى المهبوله المكانات المحظوره وبنادي القار والى اخره التقارير هذه اللي تكون ميدانية استقصائية وقت أزمة كورونا كانت أصعب التقارير لسبب أنت قاعد تتكلم خط إنساني قاعد تتكلم
خط خدماتي، قاعد تتكلم إن في مرض وباء. صح. بداية كورونا بصراحة حمد أنا حتى المرض والوباء أنا ما بقولك إن أنا ما خاف. صح. يعني أنا مو. حريصة. إيه. ولا الصوت حريصة. حلو التلون. حريصة بطريقة بسيطة. ليش؟ ليش؟ أول شيء فيني شغف، أنا رايحة مستانسة، أنا قاعد أسوي شيء وايد أحبه، فاستمرض ما استمرض كورونا I don't care. ثاني شيء بصراحة حمد أنا التارجت مالي مو المراسل اللي موجود حاليا بالكويت، أنا أشوف مراسلين الحرب اللي موجودين في فلسطين، أشوف مراسلين الحرب اللي موجودين بسوريا ولبنان، هذين مراسلين حمد، هذا مراسل استقصائي. صح. أنا أحترم شغلي وأحبه، بس لما أقارن نفسي هل إعلاميين هذيلة اسمحوا لي أنا ما قاعد أسوي شيء، فلا تخافون علي لهالدرجة، لأن هذيلة هم الميديا اللي أنا أشوف فيهم قدوة. بيبي أنا أعرفك احترافية جدا وبروفيشنال، بس تبقين امرأة وإنسان عندها مشاعر. الحين بديش بالفيمينست. اي تفضل. لا 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 لا, لا. أبي المشاعر هذه نفسها. أنا قابلتي حالات إنسانية. أي. وصلتي مرحلة طلعتي اللي بجيبش عطيتيها، ولا قدرتي تصيرين احترافية لدرجة أن أنت فصلتي بين مهنتك الإعلامية وما بين بيبي الإنسانة؟ شنا ما يصير أقول يصير واحد يقول؟ لا لا أنا بشوف لأي درجة تتفاعلين مع القضايا هذه. يمكن ما أبي أتكلم عن الجانب المادي، صار في تواصل بينك وبين بينهم؟ كل الحالات اللي أنا صورتهم أنا أتواصل معهم. الواحد يمكن ما يبي يتكلم هو. صح. لما يصور أنا شنو ممكن يسوي بعد التصوير، بس من مخاف أضرب القصة يقول القصة ده مع حمد قصص شيء قصة سريعة. أوكي أي والله شنو القصة تخيل. أكيد بقول قصة. من أجمل التقارير اللي أنا صورتها بأزمة كورونا السنة اللي طافت كان تقرير مع واحدة اسمها أم أحمد. صح أذكرها. أوكي. أم أحمد حالة إنسانية كانت عايشة بالبر، والحمد لله نهاية التقرير صورت قبل وبعد، يعني أنا لقينا لها شقة وكان في سبونسر ورعاة وطلعت من البر لبيت وندفع لها إيجار سنة وكذي. أم أحمد حمد من أكثر التقارير اللي تأثر علي، وما زلت وأنا قاعدة أكلمك يعني جسمي يرجف وأحس برعشة هذا التقرير. رحت لي عندها البر شفتها شلون عايشة، أنا ما كنت أقدر أنزل من السيارة، أنا ركبت يعني وأنا بالسيارة قاعدة أقول حق محمد مصوري، قاعدة أقول له محمد ما بنزل ما أقدر أنزل، قال لي بيب لازم تنزلين، إحنا وعدين المرة نصورها، إحنا نبي نغير لها حياتها. نزلت دراما كوين، بكيت تعبت بلحظتها، وكان بس أمنيتها إن يكون عندها بيت، هي عايشة بالبر. اليوم أم أحمد الحمد لله عايشة ببيت، تغيرت حياتها، وايد جهات الحمد لله أشكرهم أنا دائما، يعني إنه فعلها أجار سنة أثثرها الشقة تكفلوا فيها وكل شيء. بالضبط. فأم أحمد وايه يعني الخير. إي والله وليه حنتواصل معها. بيبي دائما يسمونك مراسلة الغلابة، قصص اللي قلتيها تبينت لي شغلة وايد مهمة، أن يعني بيبي مو من الناس اللي تبي الشهرة السريعة، بيبي علمت نفسها بنفسها. أنا اليوم ختمة ما راح تكون عندي، يعني بيبي قدامي أنت اللي راح تختمين وهذه كاميرتك، شو بتقولين؟ أوكي. أول شيء حمد مشكور وموفق البرنامج، ما حسيت بوقت طار وقت بسرعة. يمكن صح القصص كثيرة، لكن بس في شغلة مهمة، أي شخص حاط بباله شيء ترى راح توصل له 10 سنين 12 سنة 15 سنة راح توصل، بس خله براسك وراح توصل حق اللي تبيه. شكرا محمد قصص. شكرا محمد.